لمزيد من التحليل بينضم إلينا من القاهرة الإخبارية، من استوديوهات القاهرة الإخبارية، دكتور بشير عبد الفتاح الكاتب والباحث السياسي بالأهرام. يعني دكتور بشير، أرحب بك عبر منتصف النهار. تحية لك ولاء ولكل مشاهدي القاهرة الإخبارية، عاصمة الخبر في كل مكان. دكتور بشير، كيف تصف يعني كلمات الخاصة بإصرار مصر على وجود حل وقف الإطلاق نار دائم، حل للدولتين، أن يكون هناك تهدئة وهدنة وإنفاذ للمساعدات؟ يعني هي رواسخ وأعمدة أصيلة ونداء أصيل في كل محفل، يعني كيف تصف هذا الدور المصري؟ دائما مصر تحرص على معالجة أصل المرض وليس العرض. ما يحدث الآن من اضطرابات جيوسياسية تهدد الاستقرار في الشرق الأوسط وتهدد الأمن العالمي قاطبة، مبعثه بالأساس استمرار الصراع العربي الإسرائيلي والانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين. مصر وهي تريد أن تعالج جذور الأزمات والمشاكل الحالية ونزع فتيل التوترات والحيلولة دون تصاعد المواجهات في المنطقة بما ينعكس سلبا على الأمن العالمي برمته. الآن أسواق المال العالمية في حالة ارتباك شديد، أسعار النفط، أسعار الذهب، كل ذلك تحسبا لما يمكن أن يشهده الشرق الأوسط من تصعيد خلال الساعات المقبلة. لذلك مصر تريد أن تضع نهاية لكل هذه التوترات من خلال معالجة السبب الرئيس لكل هذه التوترات، وهو إصرار إسرائيل على عدم تسوية الصراع مع الفلسطينيين على نحو عادل يتوافق مع الشرعية الدولية. لذلك الرئيس المصري أكد على أن الحل يكمن في وقف العدوان الإسرائيلي الحالي على قطاع غزة وإنهاء حالة النزاع المسلح والسماح بدخول المساعدات وتوقيع الهدنة أملا في استعادة المسار التفاوضي لإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية. ما لم يحدث هذا الأمر سيتجدد التوتر والنزاع المسلح في الشرق الأوسط، وهذا التوتر لم يعد بين دول فقط وإنما ما بين دولة الاحتلال وجيشها من جانب وفاعلين عسكريين دون الدولة مثل حماس وحزب الله والحوثي وفصائل في سوريا والعراق من جهة أخرى، وهذه الفصائل تتصرف بشكل غير مسؤول يمكن أن يفضي إلى اتساع دائرة المواجهات لأنها لا تلتزم بالقوانين أو بالمعاهدات، كما أنها ليست دول يمكن التوصل معها إلى اتفاقات بعينها. لذلك إسرائيل تتحمل المسؤولية لأنها هي التي تغذي أولئك الفاعلين العسكريين دون الدولة بسبب انتهاكاتها المتواصلة. طيب دكتور بشير، قبل أن نعرج على تفاصيل الزيارة الخاصة بوزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أريد أن أستفهم منك طبيعة العلاقات. واضح أن هناك تطابق في الرؤى السياسية والإقليمية فيما يخص تركيا ومصر، كيف تقرأ هذا المشهد؟ بالفعل برغم وجود سنوات من الجفاء امتدت 10 سنوات بين القاهرة وأنقرة، إلا أنه حدث تفاهم استراتيجي وتلاقي استراتيجي مهم حول ملفات بالغة الأهمية. على سبيل المثال هناك تفاهم واتفاق بشأن القضية الفلسطينية، ضرورة إنهاء العدوان الإسرائيلي، السماح بدخول المساعدات، وأيضا ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 67. ملف آخر يشهد توافقا مصريا تركيا وهو الملف الخاص بوحدة الصومال، وحدة أراضي الدولة الصومالية وعدم السماح بتفتيتها وعدم السماح بتمرير الاتفاق الذي أبرمته إثيوبيا مع ما يسمى بجمهورية أرض الصومال غير المعترف بها للسماح لإثيوبيا بإقامة قاعدة عسكرية وميناء لمدة 50 عاما على ساحل البحر الأحمر الصومالي. هناك أيضا تفاهمات بشأن الأوضاع في السودان وضرورة إنهاء الحرب الأهلية في السودان والحفاظ على وحدة أراضي السودان. هناك أيضا تفاهمات ما بين الجانبين بشأن تأمين الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومناهضة الهجرة غير النظامية في البحر المتوسط.
علاوة على ذلك، الدولتان تتفق على ضرورة محاربة الإرهاب والتصدي لكل أشكال الجريمة المنظمة التي تهدد التنمية الاقتصادية والاستقرار في الإقليم. من هذه التفاهمات يمكن الانطلاق نحو شراكة استراتيجية بعيدة المدى ومتعددة الأوجه ما بين مصر وتركيا، والدولتان تمتلكان المقومات لهذا الأمر، والأساس في ذلك هو الاقتصادين المتكاملين. يمكن للاقتصادين التركي والمصري أن يكملان بعضهما البعض. مصر لديها مواد خام، لديها منتجات أولية، لديها النفط والغاز، ولديها قناة السويس والإمكانات اللوجستية الهائلة والتواصل الجغرافي مع الدول العربية والقارة السمراء. تحتاج تركيا إلى هذه الإمكانات من أجل التصنيع المشترك والتسويق عربيا ودوليا. لذلك هناك تهافت تركي واضح من قبل رجال الأعمال والشركات التركية الكبرى على الاستثمار في القاهرة. طيب، يعني بتتحدث عن الجانب الاقتصادي أو الشق الاقتصادي، وهو لا يغفل عن الجميع. يعني مصر هي لديها المناطق الصناعية المنتشرة في أرجاء الجمهورية بالإضافة للأيدي العاملة يعني المتقنة لعملها. لا نتحدث الآن عن الاقتصاد، لأن يعني كما يقولون هو على رأس الأهداف ورأس الطاولة هي القضية الفلسطينية، وما أشار إليه وزير الخارجية في ما تقوم به إسرائيل من ممارسات في تضييق الخناق على وصول المساعدات الإنسانية وعدم السماح بعبور الشاحنات عبر المعابر لفلسطين وللأهالي في غزة، وهم يقومون بتجويع وحصار بأهل غزة. هل بتعتقد أن ما يعني وصفه وزير الخارجية أو ما رصده رؤى العين سيلقى آذان تنصت لفك هذا الحصار عن الشعب الفلسطيني؟ للأسف الشديد إسرائيل تستخدم الغذاء كسلاح وتتبنى سياسة التجويع ضد الفلسطينيين، وهذا ما أعلنه وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت مع بداية العدوان الحالي على قطاع غزة في 8 أكتوبر الماضي. قال: لن نسمح، وهي مقولة شهيرة تتردد على شاشة القاهرة الإخبارية الغراء في الفواصل المتنوعة، يقول: لن نسمح بدخول الغذاء ولا الدواء ولا الوقود إلى قطاع غزة حتى نجهز على المقاومة. وهذا التصريح يعد إدانة للدولة الإسرائيلية، كون ما هدد به وزير الدفاع يعد انتهاكا صارخا لكافة المواثيق والقوانين والأعراف الدولية التي تحظر على أي طرف دولي استخدام الدواء أو الغذاء أو الوقود كسلاح في الحرب أو كوسيلة للضغط الجيوسياسي أثناء العمل المسلح. إسرائيل تقوم بهذا الأمر، وفي سبيل ذلك هي تغلق المعابر، لأن هناك حوالي 6 معابر ما بين إسرائيل وقطاع غزة. المعبر الوحيد الذي يعمل الآن برعاية مصرية هو معبر رفح، لكنه أساسا لعبور الأفراد وليس البضائع، ومع ذلك حرصا من القاهرة على إيصال المساعدات والمواد الإغاثية والإنسانية والطبية للمنكوبين في غزة، هي تستخدم المعبر لأغراض انتقال الأفراد والبضائع والغذاء والدواء من كل أنحاء العالم بالمناسبة إلى قطاع غزة برعاية مصرية، بينما دولة الاحتلال تصر على إغلاق المعابر لتجويع الفلسطينيين وتمنع وصول الوقود والدواء، فضلا عن أن هناك عمليات نهب ممنهج من قبل المتطرفين الإسرائيليين لقوافل الإغاثة والدعم سواء كانت غذائية أو طبية أو إنسانية، ما يعني أن هناك إجماع تقريبا داخل دولة الاحتلال على حرمان الفلسطينيين من أبسط الحقوق الطبيعية. الأمر لم يعد مقتصرا على قوات أو جيش الاحتلال فقط، وإنما على المستوطنين والمتطرفين الإسرائيليين الذين قاموا أكثر من مرة بتبديد القوافل الإغاثية التي تدخل إلى قطاع غزة عبر إسرائيل. ومن ثم الضغوط المصرية والدولية على دولة الاحتلال، لنرى مثلا موقف دولة الاحتلال من الأونروا، من المنظمات الإغاثية، من مسألة المساعدات والقوافل الطبية والمتطوعين والعاملين في كافة المنظمات الإنسانية. إسرائيل اعتبرت هذه المنظمات إرهابية، بل إنها تنكل بأفرادها، وطالما استهدفتها غير مرة استهدافا عسكريا أودى بحياة الكثيرين ممن يعملون في هذه المنظمات الإغاثية رغم الحماية الدولية التي يوفرها لهم القانون الدولي الإنساني.
ومن ثم ضربت إسرائيل رقما قياسيا في التجاوزات والانتهاكات الخاصة بتجويع الفلسطينيين، وهذا أيضا مناقض لاتفاقية جنيف الرابعة الخاصة للعام 1949 الخاصة بحماية المواطنين في الأراضي المحتلة أو الخاضعة للاحتلال. لذلك أتصور أن الضغوط المصرية قد لا تؤتي أكلها، لأن هذه سياسة ممنهجة من قبل دولة الاحتلال من أجل القضاء على الفلسطينيين من خلال التجويع وحرمانهم من الغذاء والدواء، لأن نتنياهو يتطلع إلى إخلاء القطاع من الفلسطينيين أملا في إعادة احتلاله وتصفية القضية الفلسطينية كلية، بدلا من أن يضطر إلى تقديم تنازلات لإقامة الدولة. هو يجبر الفلسطينيين أو يخيرهم ما بين إما الخروج أو الهجرة القسرية الجماعية أو القتل والإبادة في داخل القطاع، إما بقوة السلاح أو بالتجويع المتعمد والممنهج. طيب هل بتعتقد، يعني نحن الآن نتحرك في الجهود الدبلوماسية، وجود وزير الخارجية التركي لابد أن يكون يعني هناك نقاشات خاصة بمصير الهدنة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهي مباحثات يعني دخلت في قرابة العام، تتحرك الآن ضد عقارب الساعة فيما يخص قطاع غزة، هل بتعتقد بأن سيطفو على السطح يعني مفاهمات جديدة أو الوصول إلى حلول جديدة من قبل الجهود التركية المصرية الآن؟ مصر وتركيا تتفقان على ضرورة وقف هذا العدوان والسماح بدخول المساعدات واستئناف المفاوضات، ولكن للأسف الشديد ليس في منهج نتنياهو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار أو هدنة. نتنياهو طوال الأشهر العشرة المنقضية كان يتفنن في وضع العراقيل، ودائما كلما اقتربنا من توقيع اتفاق كان يطل علينا بعائق أو تحدي جديد يعرقل التوصل إلى ذلك الاتفاق. نتنياهو يعلم أن وقف إطلاق النار معناه انسحاب أحزاب اليمين الديني المتصهين من الحكومة بقيادة سموتريتش وبن غفير، وهذا سيؤدي إلى حل الائتلاف الحكومي برئاسة نتنياهو، ومن ثم سيفقد منصبه ويفقد الحصانة السياسية التي يتمتع بها، وهنالك سيمثل أمام القضاء لمحاسبته جراء قضايا فساد وخيانة الأمانة وسوء استغلال المنصب، علاوة على محاسبة جراء التقصير الأمني والاستخباراتي في 7 أكتوبر. لذلك نتنياهو يريد أن يتهرب من المحاسبة وربما الإدانة ثم السجن من خلال البقاء على رأس الحكومة والتمتع بالحصانة السياسية. لذلك هو يريد استرضاء اليمين الديني المتصهين من خلال المضي قدما في العدوان وعدم وقف إطلاق النار من خلال إبرام اتفاق هدنة. هو أيضا يراهن على مواصلة العدوان إلى حين إجراء الانتخابات الأمريكية في 5 نوفمبر المقبل، أملا في أن يفوز بها ترامب، لأنه يشعر بأن تناغما سياسيا بينه وبين ترامب سيخوله تنفيذ أجندته الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، علاوة على البقاء في منصبه لأطول فترة زمنية ممكنة. لذلك لا أتصور أن نتنياهو سيستجيب لأي ضغوط، حتى لو أرسل الوفود للتفاوض فالتفاوض سيكون من أجل التفاوض فقط وليس من أجل التوصل إلى هدنة حقيقية، لأن نتنياهو يريد كسب الوقت لمواصلة العدوان حتى يستطيع أن يتوصل إلى ما يريده من البقاء في السلطة وإدراك الانتخابات الأمريكية. دكتور بشير عبد الفتاح، الكاتب والباحث السياسي بالأهرام، أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا في هذه الجولة من منتصف النهار.